انطلقت شركة سكويزي في إطلاق منتجاتها بها السوق الوطنية والمتمثلة في العصائر، حيث أكد مسير الشركة أنه سيتم توزيع منتجاتهم عبر القطر الجزائري خلال الأيام القادمة. المنتوج تاعنا إن شاء الله يكون جديد المارشي الجزائريين، عندنا دون لي دو موم اللي بدينا كوميرسياليزيو، الحمد لله راهو اللي كيمشي. برودوي لي 100% الجزائريين، لا بولب الي الجزائريان، الفروي الجزائري الحمد لله، ميم لومبالاج لاباس بدينا نلقاو لي هنا في المعرض بالذات. كاينه دي فابريكون الله يبارك راهم يخدموا بقوه والحمد لله، ديسبونيبيليتي كاينه، ماتير بريمير الحمد لله كاين، ابار كيلكو ماتير بريمير. بروشانمون ان شاء الله عندنا ان ريزو دو ديستريبيسيون ناسيور الجي، وكاين ميم في منهم من الشرق والغرب ومن الصحراء ان شاء الله يكون ديسبونيبل.